أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم كل خير ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من برامجكم الرياضية 18 عبر قناة الراي. بالتأكيد مضمون كما عودناكم دائما رياضي ويتعلق في دوري الممتاز لكرة القدم، أيضا في مسماه الجديد STS أو STC عشان نحفظه توا جديد. بالتأكيد في متفرغات رياضية، في أمور كثيرة راح نناقشها مع الكوكب الجميلة. نشكر الضيوف طبعا والفريق العمل على اختيار الموفق طبعا للضيوف المتميزين في كل ليلة، ما شاء الله تبارك الرحمن. باسمكم أرحب بضيوفي، أبدأ على اليمين أخوي العزيز يوسف الفضلي مدير الكرة في نادي الساحل، حياك الله كابتن. نائب مدير الجهاز. وقلت لك نائب. نائب مدير الجهاز. نائب ومدير. لا يزعل عنا جمالك. لا ما يزعل. أمسي عليك أخوي أبو خالد، أمسي على الإخوان الموجودين، أتشرف أنكم موجود معاكم، أمسي على الإخوان المشاهدين، وإن شاء الله تكون حلقة خفيفة ويستفيدوا منها إن شاء الله المشاهد. بإذن الله إن شاء الله. اليوم مثل ما أنتم عارفين ديربي الأحمدي اللي جمع بين الساحل والشباب وانتهى بالتعادل السلبي، كثير من المواضيع صارت اكيد راح نتطرق لها في هذه الحلقه. رحب ايضا من جارم نادي الشباب اخوي العزيز علي الكنكوني، رئيس جهاز الكره ولا نائب رئيس بعد؟ نائب رئيس. اي نائب رئيس. كل النواب اليوم. حياك الله. حياك الله يا ابو خالد، امسي عليك وعلى اخواني الحضور وعلى الساده المشاهدين. ان شاء الله نتمنى ان نقدر نضيف شيء ونغطي المباريات اليوم وخاصه مباراتنا مع الساحل باذن الله. بس مباراتكم اليوم ترى حاميه. طبعا ما في حاميه، بس اتمنى اليوم ان شاء الله حاميه من جانب ثاني. حاميه مظلومه. لازم تتحملني اليوم عندي بعض الامور. بالعكس عزيز وغالي. رحب ايضا من جانب نادي اليرموك مدرب الحراس في نادي اليرموك الكابتن الكبير طبعا احمد دشتي، حياك الله كابتن، سعدان بوجودك معنا. الله يحييكم، احنا ما نقدر نرفض دعوتكم، معنا اليوم معزوم انا في مخيم السعادة بإشراف الكابتن عيسى عبد النبي. بعد الحلقة أنا أروح كلنا. نروح هناك وين نجينا؟ تعشوا خلصوا. شنو المسي عليهم؟ عسام على القوة، حياك الله يا الغالي. عاد نروح جانب الركن البعيد الهادي. الهادي في بدايته واللي راح تكون في عاصفة داخلهم، لكن طيبة القلب في الاثنين شيء ثاني. ولا يهونون طبعا اخواني اللي متواجدين معي، ابدا مع المحلل 18 اخوي العزيز محمد اديلم، حياك الله ابو سعد. ابقاك الله مساك الله بالخير وشي بعد الابتسام الجميله. أيه. لان أيه. متعودين عادل. أيه. ابو عبد الله متعودين. أيه. طبعا امسي على كباتن اللي تشرفت. أيه. اني اكون معاهم في هالبرنامج، وامسي على المشاهدين برنامج 18. حياك الله يا الغالي، طول عمرك ابتسم حقك يبا. اليوم ابتسام متعودين، هاوي وفايز حق متعودين. رحب باللي يقولون مطول الغيبات جاب الغنايم، وشخص عزيز على القلب وغايب صراحة فترة طويلة ما التقيت معاه، واليوم صراحة جملنا في حضوره، وما بيقول له هارد لك العادة، لكن هالمرة راح أقوله مبروك مغلفة محمد صالح الحبيب الغالي. يبارك بعمرك اولا، لكن شوف تصدق مهما نبتسم ما نصيد ابتسامتك. يا حبيب قلبي. والله ما نصيد ابتسامتك مهما يكون. يا اخي صعب. ارحب فيك اولا ابو خالد. وارحب بالساده المشاهدين واخواني الحضور الغالين، والله غالين على قلبي جدا. نقول يا هلا ومرحبا بالجميع، وان شاء الله دائما مبتسمين. احنا صار لنا اسبوعين الحين مبتسمين ورا بعض، ان شاء الله دو ماخذين احنا على ابتسامتك. بالعكس بالعكس والله. اللف اللي كل مره ومره يوصل له العربي شيء جميل، واتمنى ان شاء الله ان نشوف العربي يعود الى سكه الانتصارات ويوصل الى وضع الطبيعي يعني في خارطه الكره الكويتيه. ناخذ الفاصل ومن ثم نرجع في مواضيعنا الكثيره اللي متواجده معنا في محور هذه الحلقه، خليكم معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، نروح معاكم على طول مباشره، وما راح ارد على محمد صالح لكن راح اركز في موضوع الحلقه والترتيب اللي امشي معه. طبعا لا زال صدى تقديم استقاله اخونا العزيز صبي حبو في طبعا من لجنه الحكام، لا زالت الكلام الكثير يدار، يعني ناس تتكلم ان الاستقاله لا زالت شفهيه ليست رسميه، في ناس تتكلم عن الاسباب وكأن الأسباب يعني طوال وجوده في اللجنة كأنه في تدخلات كبيرة على اللجنة وعلى من يعين الحكام، وعلى تدخلات أيضا في يعني قربة الفئار، وأيضا التدخلات في القرارات التحكيمية. صارت يعني الكل بدأ الآن يتكلم وكل بدأ الآن يتحدث بهذا الموضوع، لكن
خلنا ناخذها شوي شوي، يعني ناخذ معطياتها، يعني يمكن في سبب من الاسباب اللي ذكرها اخوي صبيح ابو ابو ثامر، قال انه يعني احد الاسباب الرئيسيه انه رشحوا حكم كويتي لاداره لقاء القمه اللي راح يكون في القد ان شاء الله بين الكويت المتصدر وصاحب المركز الثاني نادي السالميه، انه كان طاقم كويتي، لكن مجلس اداره الاتحاد عين الطاقم او حكم سعودي بدون علم اللجنه، لجنه الحكام. يمكن هذه سبب من الاسباب اللي تقدم فيها ابو ثامر باستقالته الشفهيه. ابو عبد الله، انا ما ادري، عارف بصراحه هذه لجنه الحكام اللي ما حد قادر يستمر فيها. لو نرجع احنا الحين لسنه ورا، سنه ونص بالكثير، كم رئيس لجنه مر على لجنه الحكام؟ ثلاثه اكثر، اربعه يمكن او خمسه، يمكن خالد الشمري وجابر الزاكي. لحظه، انت قاعد تتكلم عن اخر تشكيل، اللي قبله واللي قبله، اللي حكي قبل هذا. زين طيب، والكل يشكي ان ما حد قادر يسيطر عليها، انا بعرف ليش يعني، بس وصلت مرحله ان صبيح ابو يقول والله مجلس الاداره يغير بقراراته، ليش حاطين رئيس لجنه ولجنه كامله و و و يعني اذا ما خلصنا من اللجنه نفسها ومشاكل اللجنه نفسها ننتقل الى مجلس الاداره انه يبي يدخل باللجنه. مو امر منطقي، الامر تعدى يعني تعدى امر ان لجنه وفيها مشاكل، لا الامر اصبح فيه تدخلات ما لها داعي، اصبح مزاجي، ومو كل واحد عنده اغلبيه ولا حاول يقنع اغلبيه يبي يغير اي قرار موجود في امور ما حاجه ان احد يتدخل فيها اصلا. انت تشوف لجنه الحكام باليتها باختياراتها لطواقم الحكام موفقه؟ هل تشوف حاله التحكيم الان في هذا الدوري الممتاز موفق؟ لا ولا يعني هني ما يحق لمجلس الاداره الاتحاد انه والله تتدخل وترفع اللفل او تحاول انه تعدل المسار شوي؟ لا، هم ما يحق له، غير اللجنه بكل بساطه، اعضاء اللجنه اغلبهم ثابتين والرئيس يتغير وواحد اثنين يتغيرون فقط لا غير. طيب انت يا تغير اللجنه من الاساس، يا اما تعطيها خطه عمل قبل لا تتشكل هذه اللجنه، تعال من يبي يمسك رئيس عطنا خطه عشان نعرف من يبي يمسكها. اصبحت لجنه صعبه جدا، ما حد قادر يتسيطر عليها باي شكل من الاشكال. تعال يبا عطني الخطه الكامله ان انت بتمشي فيها باي شكل، هذه امورك وتفضل يبا اعمل. لفتره من الفترات صبيح ابول اشتغل فيها. طيب الحين لما وصل الى مرحله معينه ايا كانت، ها، وهو كلامه صحيح ترى، انا عندي حكام مجتازين الفار، عندي ما له داعي تتدخلون فيني، تروحون انتم تتدخلون، مو امر منطقي ابو خالد. في سالفه واضح ان ما ابي اقول اعضاء، لكن لجنه الحكام اتكلم بشكل عام، لجنه الحكام متداخله مع مجلس الاداره بشكل قوي جدا، اللي الخربطه هذه دائما قاعد تحصل واضح سواء حاليا ولا قبل. طيب ليه متى الحين؟ انا ما اقدر اقول لك بعدين. طيب وانا اجزم انه بعدين. طيب اذا بنتم على نفس المنوال. طيب ابو سعد محمد الديلم، يعني الاخ صبيح ابو ثامر مسي عليه بالخير، يعني مشى العباره هذه، يعني قال لنا انا احنا كلجنه رشحنا حكم كويتي لمباراه الكويت والسالميه، لكن تفاجات بقرار بدون اللجوء لنا يعني كلجنه تحكيم ان الاتحاد او مجلس اداره الاتحاد حطوا حكم سعودي. ابو خالد، طبعا تدخلات في لجنه الحكام ما هي وليده اليوم، من السابق في تدخلات وايد. يمكن انا سمعت كلام اخوي الكبير ابو ثامر، نفس الكلام انه يمكن هو اللي ما يدري عن تبديل الحكام. نفس الكلام اللي قال اخوي ابو عبد الله، انا وافقه، ولكن ازيد عليها تدخلات الانديه هي اللي يعني. شوف، لما انا كلجنه حكام كل مباراه اي فريق اي نادي يتدخل نفس الموضوع، انا ما ابي حكم كويتي، ابي حكم اجنبي. العذر الوحيد الصحيح اللي قاله شو اسمه، شو ما صار معنا احنا الانديه الصغيره، مو لا هم صارت عندك انت، احنا نطلب ولا نشوف المشكله شنو صار. جايك راح اجيك ما حد قال شنو تدخلات الانديه، ترى مو بس مجلس الاداره، تدخلات الانديه انا افرض ما بالمدرب ما بالحكم الفلاني. زين، وهل هذا يجوز؟ ما يجوز. هل يجوز هذا ان النادي والله انا الحكم الفلاني انا ما بيه لا يحكم لي؟ يعني مثل ما مساء قاعد اتكلم مع كابتن احمد دشتي بخصوص الورش اللي انا قاعد اسويها، كابتن صبيح حبل ابو ثامر قاعد يسوي تدريبات ويسوي ورش عمل حق الحكام اللي عندي المحلي. صحيح يمكن عندي اخطاء، بعض الاخطاء وحصلت مع كذا نادي، يمكن تكلم على نادي التضامن انظلم، نادي النصر انظلم، نادي الساحل، نادي الشباب، نادي العربي، كذا نادي انظلم في الفار. انزين، ولكن نفس الموضوع انا ليش اقول لك لما ما اكون انا صاحب قرار في هالمساله هذه، وقلت لك يا تدخلات الانديه، الضغط على اعضاء مجلس الاداره، عدم الرجوع للجنه الحكام او رئيس لجنه الحكام. انا اتمنى، والامر اللي سواه كابتن صبيح ابو الابتعاد، وهذا المفروض حفاظا على تاريخي واسمي
لصبي حول. طيب انت قلت نقطه يوسف، هذا شيء مو مسموح لنا كأندية صغيرة أو نتكلمك. إحنا المشكلة الأولى كم إحنا كممثلين أندية، إحنا لما نتكلم إحنا الحكام ولا نتكلم هذا مشكلة، فإحنا نقول يعني الله يسامحهم ونسكت بس مظلومين. يعني ليش ما تقدم احتجاج؟ مساعد يتكلم، نادي التضامن قدم احتجاج، ليش ما قدمت احتجاج؟ أنا تونا أول يوم أول مباراة، هذا إحنا أول يوم لعبنا مباراة مو منقولة، قلنا ما يخالف شيل النقل. مباراة ما فيها فار، حط لي فار دائما مو منقولة، حط لي فار اكيد ما فيها فار. لا ثبت كامرتين على قول، حط له تلفزيون، شنو الصعب اللي فيها؟ اوكي ما نقلت شنو كامرتين، قانون الفار ثمان كاميرات لازم، قانون الفار ثمان كاميرات. واخر كلام ان كل مباراه، اي مباراه في الدوري الممتاز راح تكون هناك تقنيه الفار. كان مفروض، لكن دام انك تطرقت على تقنيه الفي ار، وقعتوا انتم اليوم على ان نلعب بدون تقنيه. لا احنا بعد بدت المباراه عشان يجيب لي ورقه كاتب ان ما فيها نقل، اول شيء كان كاتب فيها عدم في ار. قلت شنو هذا؟ شو بس ان نثبت ان ترى ما في في ار، عشان بعدين احنا زين يعني الحكام. يعني هذا الشيء انتم ناديين وافقتوا، هذا الشيء كان بعد ما بدت المباراه، اول عشان بدت المباراه، مجبورين نلعب خلاص رغم المباراه. هو اللي اعطاك الورقه؟ نعم. زين ليش وقعته؟ شو الفايده؟ شنو ما وقعته؟ شنو المشكله؟ خالد اتفقت مع نادي الشباب، زين، كجهاز كره وكجهاز كره، واتخذت قرار يعني مباشر. لان كلامي عفوا لان التصريح من شو اسمه اتحاد كره القدم ان كل المباريات بعد ثالث مباراه، بعد ما اثار الكلام هذا ان كل مباراه راح تكون لا بس تغنية. الحاله اللي صارت هذا كأن يعني اجبرهم على اقامه المباراه وحطهم ورضخهم عشان تكلمنا. يلا الان وقع، اذا الناديين ما يوقع علي. بس في شغله خلنا اذكرها امانه، انا كلمت الكابتن عمار الكناني اللي هو حكم المباراه، كان يقول لي هذه احنا خدمة إضافية نقدمها، يعني ما هو ملزمين في القانون ان اذا ما في VAR ان تقام المباراة، ما عليهم شيء، ما يمنع، لا ما عليه شيء، حسب اللي انا اللي بوضح لي اياه الكابتن عمار ايش كان. بداية الدوري صارت كذي، بداية فضل حقهم بس ان عشان عفوا هني انا بس سؤال، اتحاد كرة القدم ما بعث حق الاندية كتب بخصوص الفار او التقنية هذه ان كل مباراة يتم نقلها؟ لا ما في، هي مربوطة، هم سووا الجدول هذا تصريح، كان ما كان سووا الكلام تصريح، لكن تصريح رسمي ولا لا؟ بس السؤال يعني الشيء اللي غير منطقي، يعني الاتحاد، وبروح لأخوي محمد الصالح، يعني هي سالفة مزاجية ولا شنو بالضبط؟ يعني تقنية الفي آر مزاجية، اللي الحين قاعد نشوفها الحين من المعطيات مزاجية، مبارات فيه مبارات ما فيه، يعني كيف تتعاطون؟ أنتم قلتوا عندنا سيارة نقل، وقلتوا عندنا اكثر من 8 كاميرات، وقلتوا عندنا الحكامنا عندهم ترخيص وجاهزين، طيب شو اللي يمنع؟ طيب ما في نقل، لكن المباراه لازم تقام بهذا الشكل بوجود تقنيه تساعد الحكم، هذا المفروض. اذا انتم مجهزين، طيب اوكي، تلفزيون الكويت عنده ظروف او حصل شيء تغيير ملعب ما قدروا ينقلونها، انتم وينكم كاتحاد وكلجنة حكام ايضا بعد؟ يعني صالح خسرت لاعب اليوم وسب الفيار. انا ابو خالد، الامر يفترض ان الانديه تطلب بكل بساطه اجتماع مع الاتحاد، تعال انت صرحت ان في كل المباريات فيها فار، انا بلشت المباراه تقول لي ما في فار، شو بتحرجني يعني مثلا؟ يعني شنو هذا التعامل؟ انت عارف ان ما فيها نقل قبل المباراه، تجيب بعد ما بدت المباراه تقول لي هذا الكلام؟ ايضا الانديه انا كنت اقول ماني موقع، انت مو تقول هي خدمه اضافيه. هو الفار ترى بالعالم كله، مو بس بالكويت، بالعالم كله، حتى الفيفا ما يجبرك تستخدمه، هو امر متاح، تبي تستخدمه اهلا وسهلا، تستخدمه كيفك، هذا بالعالم انا اتكلم، بالفيفا مو بس بالدوري الكويتي. لكن الحين دام انه هو مو اجبار، ليش جايب لي ورقه اوقعها بس؟ ممكن نعرف عشان لا ترفع احتجاج بعدين، احتجاج يعني اصبح رسمي، يعني اصبح رسمي. هل انت انا اقدر اجبرك على تطبيق الفار؟ اذا انت تقولي والله هو مو مجبر وخدمه اضافيه، ليش جايب لي ورقه اوقعها؟ هذا الكلام اصبح الامر رسمي، انت اللي جايبها، انا ما طلبت منك حتى. اذا انا خليت ناديين يوقعون على ورقه انت جايبها عشان لا تحتاج، مثل ما قال يوسف، هذا اصبح ان الامر رسمي. انا ما طلبت منك، انا ما قلت لك والله تعال شلون تبدي المباراه، ولا قلت لك مثلا بحتاج وقف اللعب او ايا كان، جيتني انت وجبت لي ورقه، تفضل وقع. احنا وقعنا شيء مو منقوله، مو منقوله عادي، وقع انا اتوقع شيء ثانيه،
طيب وخالد حسب الورقه اللي شفتها ترى مكتوب خط اليد يعني ما هو مخطط له او ما في فورمه معينه انزين انه كاتبها او شنو النص المكتوب والله حاليا ما لا صارت ورقتين ورقتين جاب ورقتين عدم نقل المباراه اليوم عدم وجود كاميرات زين موافقه ولا غير موافقه سؤال انا شفت صراحه انا شفت توقيع جابر الزنكي موقع ابو علي كان موقع موقع ولا ما تهمني موقع عادي شنو سؤال بعدين وقفت البار المباراه مو منقول انت تدرون متى صراحه اليوم درينا اول ما جيت الملعب لان في نقطه كانت ترتب على لا لا امانه امس دريت برنامج معين ذكروا النقطه هذه انه ما في نقل كان الخبر ترى من امس واضح انه ما في نقل انا اليوم بدليل ان احنا اليوم انت ضايقتني ملعبني مع القادسيه مباراه قويه ضغط عالي من باب اولى اجل المباراه انا راح اجيك على النقطه هذه والله راح اجيك على احمد دشتي انت قلت يعني ايت كلمه غير مجبر الاتحاد غير مجبر يعني هذا الامر اختياري لكن الكلام اللي دار واللي قيل في الاتحاد ان الاتحاد ان الدوري هذا دوري لابد وجود التقنيه كاضافه منهم وان طالبين تقريبا 8 كاميرات الى 10 كاميرات هم جاهزين كاتحاد عندهم سياره جاهزين يعني الامر ما يتعلق في النقل بالتلفزيوني ما له شغل بالنقل التلفزيوني هم لهم شغلهم كتقنيه الفي ار طيب ليش ما طبقوها لا اتوقع اليوم عندهم يعني كان كذا نقل انا شفت نقل الهواء في اتحاد الجودو في نادي الصليبخات انا مالي شغل بنقل التلفزيوني انا مالي شغل بنقل الكاميرات التلفزيوني لازم يكون مرتبط لا كاميرات الفي ار هذا ما له شغل عنده كاميرات يقول انا موفر لي 8 كاميرات غير عن كاميرات نقل التلفزيون ليش اليوم مثل ما قال يوسف والكابتن وركتين موقعيني عليها عدم نقل المباراه والحين يوسف يقول لي انا مو محتاج نقل مباراه لا انا احتاج نقل مباراه هذه فيها فلوس وتدش على لاعبين وعلى نادي مو محتاج خالد قاعد يقول على اساس انه قصدي يعني خلاص يعني ما تمنعني اني ما العب مباراه مو نقول مباراه طيب يعني خلاص هذه بس نحتاجها بس انه ما تمنعني اني خلاص اسحب فريقي ولا ما اكمل اما بعدين جاب لي في ار بعد ما بدات المباراه 10 دقائق غير الورقه ثانيه انت الحين توك واسف كابتن احمد قاطعت كلامك انت الحين تقول انا لأن اليوم الفار مش موجود في المباراة خسرت لاعب نعم طيب هذا الأمر هم وقعوا عليه ولا هم حجة الآن على 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 الاتحاد بس أعتقد واحد. السيارة مو مرتبطة في النقل يعني المفروض مرتبطين مع بعض يعني يمكن سيارة الفار مع النقل التلفزيوني أوكي أنا يمكن راح أدش بتفاصيل أكثر عشان أيضا من مشاكل التحكيم التضامن اليوم نادي التضامن أصدر بيان الاتحاد ينتقدون فيه للتحكيم وكيف أثر عليهم هذا الموسم يعني بشكل كبير ومثل ما أنتم شايفين هذا البيان الرسمي لنادي التضامن واعتراضهم على التحكيم بشكل عام وأن التضامن تضرر من الجولة الأولى وصولا للجولة الثامنة محمد صالح والله شوف معاهم حق انا من بدايه الموسم بخالد احنا نتكلم ان مستوى التحكيم عندنا في الدوري ضعيف وهذا مو هالموسم هذا من المواسم الماضيه كلها ان مستوى التحكيم عندنا وايد ضعيف نادي التضامن احد المتضررين من التحكيم يمكن هو بشكل فاضح اكثر يعني نادي التضامن يمكن اكثر فريق انظلم فبالتالي طبيعي ان كله ردت فعل اصدرت بيان هذه بالنهايه يا اخي محمد بالظلم انا كابتن هاني الصقر قاعد يقول مع احد الحكام برا يقول احنا قاعد بعد الجوله الاولى او الجوله السادسه او هذه يقول قعدنا احنا الحكام بين بعض مرات يسولفون من النادي اللي انظلم قال اكثر نادي انظلم نادي اليرموك بعدم وجود الفار وايضا بوجود الفار يقول اكثر نادي يعني الحين هالتضامن الحين نفس الشيء يعني يو التضامن يعني نفس يعني هم انظلموا يعني كل نادي راح يقول انا اكثر مظلم لا قصدي من الحكام قاعد يسولفون هم بينهم يعني مثل فهد دابس انا راح اعطيك فهد دابس كلمنا اتصلنا فيه وقلنا له تعال اطلع معنا بالحلقه وتكلم عن البيان قال لي بان احنا انا تكلمت من الجوله الاولى لغايه من الموسم اللي طاف ماكو فايدة من الموسم اللي طاف فهد دابس كان يتكلم من الموسم هذا مستواهم يعني هذا مستوى مو قاصدين ترى في ان يكونوا مقصرين او سؤال الحكام او اللي ورا البار هذا طيب واصلين لمرحله التقنيه اللي قادرين عليها ومع التحكي هاي مستواهم يعني هذا يعني مو قاصدين مثلا يظلمون نادي اليرموك او نادي الطبعا انا ما قاعد اتكلم عن قصد كابتن احمد انا ما قاعد اتكلم عن قصد انا قاعد اتكلم عن المستوى مستوى ضعيف يعني ما فيها يعني انا عفوا ما قاعد اطعن فيهم انا قاعد اتكلم عن مستوى ضعيف لاعب مثلا مستواه عادي نقول له مستواه عادي مو معناته انه والله بطل كره لا لكن هذا مستوى انا اعتقد بالاختيار انا اعتقد مثل اليوم مباراه العربي واليرموك اثنيناتهم قاعد يتصارعون للسقوط
صحيح. تصعد حكم صغير يعني اول مره أيوة. يحكم انك تحط حكم وقدم لا ما قصر ترى الحكم مو سيء ولكن لا لا. كان بس 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 عند احمد كابتن احمد اليوم الحكم كان جيد قد طلع بالمباراه جيد ايضا الحكم صغير حكم الديربي ديربي الفروانيه تضامن والنصر وصارت فيها مشاكل تحكيميه واحتجاج التضامن الان رايك وانا قاعد اقول لك نفس المنوال ابو خالد قطعت الفكره ادري والله كل احمد دشتي هو يبي ليش هو نادي العشاء يبي يخرب عليك كل نادي راح يقول انا المظلوم الاكثر لكن احنا لما نطالعها بشكل عام الاخطاء المؤثره الاقوى مو كثره الاخطاء من عدمها يعني على سبيل المثال اليوم اترك عنك العربي وغيره حكم الفار اليوم تميز بروحه بين العالم كله من يدري ان بلنتي العربي بلنتي لقطه صعبه صراحه لقطه ما حد يدري عنها يمكن اللاعب هو الوحيد اللي طق الكره بيده وهو الوحيد اللي يدري انها بلنتي حتى فيصل عجب اللي مشارك معاه ما يدري لا حتى اللاعبين اللي قاعد يسخنون ورا ما انتبهوا على اللعبة ما حد منتبه لا جمهور لا اداريين الفريقين اللاعبين اللي قراب من اللعبه ما حد يدري حكم الفار كان متميز فيها مثل ما قلت الوحيد اللاعب ما عليه لا لا الوحيد اللاعب ليش انا قلت لهم لانه اللي طقها بيده فاكيد لا لا قال بنت ليش قلت رد فعل اللاعب راح وقف عند العمود ينطر شيء لو كان اعترض راح قال مو ضربه جزاء فهذا تميز احنا ما ننكر انه في 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 اداء جيد لكن لما نحكم على مستوى بشكل عام المستوى سيء بشكل عام انا اتكلم يعني اليوم ابدع حكم الفار ما مستحيل انه حقه لكن توتال عام بشكل عام كل المباريات لما نتكلم المستوى ضعيف هذا دور لجنه الحكام اما تطور اما تجيب حكم يعني حكام بدائل في بعض المباريات مو كلها طبعا ولا تكثر مو لازم كل مباراه انا احط حكم بديل شوي مره كذي يعني مره اسندها الى الكويت شوف انه ابدع نكمل معه ما ابدع المره الجايه يعني بحكام اجانب خليهم يطورون شويه يسوي لهم دورات تكثيف التمارين غيره ابو عبد الله انت المباراه الديربي او مباراه في بعض المباريات مثلا الحين الحكم السعودي اللي راح يحكم مباراه الكويت والسالميه حكم يمكن صار له كذا جوله ما حكم انا عندي الجاهز الحين حكم الكويتي ومو معقوله يا جماعه اذا خليت خربت بسعد ما يصير يعني كل مباراه تخرج من دوري فيها مشاكل تحكيم طيب انت الحين انا يعني لا الوضع الحين صار حساس يعني مباراه اليرموك والعربي تحتاج حكم لان كل مباراه بخالد كل مباراه اعطيك معطيات مباراه قادسيه وكاظمه 13-13 متعادلين بالرصيد مباراه الكويت والسالميه كاظمه والقادسيه المباريات اقول لك يا لما اتكلم الساحل والشباب نفس الموضوع معطيات خلاص خلهم كل حكم اجانب تبي هذا تحكم فريق حكم اجانب مثل ما قال بس مساعديه لا تحكم بمستوى المباراه عندك شلون تحكم نفس المباراة؟ مستوى المباراه هو اللي يحكم اذا مستوى المباراه عالي فانت تحتاج مستوى تحكيمي شلون تتوقع مستوى عالي يعني جايك على خالد دقيقه لحظه ابو خالد دقيقه جايك انا ما نطرتهم يخلصوا ابو خالد دقيقه مستوى المباراه عالي انا اجيب حكم مستوى عالي هي على مستوى المباراه مو على التنافس والحديه وغيره وغيره كل المباريات حساسه انا اذا خسرت نقطتين اليوم مثلا تضامن ممكن هالنقطتين هذول يطيحون درجه ثانيه صح باخر الدوري مو الحين احنا الحين بالجوله الثامنه لكن تتكلم على الجوله مثلا ال15 صح ما راح تذكر هذا الامر انت بهالحاله هني فكل المباريات حاليا محتاجه تحكيم صحيح وهذا شيء في كل مباريات العالم مو بس مباريات الكويت مو بس الدوري الكويتي صحيح لكن انت رفع المستوى هو يحتاج على مستوى المباراه اذا المباراه مستواها الفني عالي فتحتاج مستوى حكم عالي مثلا مع فروق الدوريات دوري قوي تحتاج مستوى تحكيمي عالي لان في سرعه في اخطاء في فنيات عاليه في غيره في مباراة عالي ولا ترى ما بقل انت متعمد انا شلون تدري المباراه هذه مستواها عالي ولا مو عالي مستوى الفني انا قاعد اتكلم شلون مستوى فني انت قبل المباراه الثاني على سبيل المثال مثلا لا الساحه الشباب يعني. هل تدري هل راح يصير مستواها فني عالي ولا لا لا لا, لا, لا بسيط الامر يعني الحين مباراه برشلونه مدريد نفس مباراه اي بار وغرناطه اللي قاعد تلعب الحين هذا اللي يقصده اكيد ان هذول لا مستواهم الفني اعلى مستوى الكويت يعني مستوى يطلع مباراه الشباب سهل احسن مباراه غسيل علينا نسوي اللي علينا لا على حسب المباراه انا علي اسوي اللي علي حلو انا المباراه اللي مستواها الفني عالي بعد يعني معلش انا هذا دوري وهذا مستويات الفرق عندي في فروقات مستوى فني ولا ما في اكيد في لان لو ما في كان صرنا كلنا نفس النقاط اي بشكل عام بس اكيد في بس ما ادري قبل المباراه شنو انا هني قاعد اقول لك تطوير الحكم علشان يوصل الى مستوى فني بدرجه عاليه حكم المباراه هذه اذا انا شفت انه ما يقدر الاخطاء مستمره كما هي اجيب حكم من برا مره مرتين الى ان الحكم يتطور شوي طبعا هذا في ظل عمل تطوير الحكم اذا انت ما قاعد تطور الحكم وتقول لي يلا عطي جرب لا مو 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 قبل اطلع فاصل من الجوله الاولى لجوله اليوم الثامنه بوجهة نظرك التحكيم فيه تطور
لا بس لا في نقطه ابو خالد انا في نقطه حتى على 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 لجنه الحكام انا قاعد اقول لك لا اصلا انا اللي قاعد اقول مستوى التحكيم ضعيف ابو خالد انا اللي قاعد اذكر انه مستوى التحكيم ضعيف لكن انا قاعد اعطيك الحل انه شنو المفروض انه تسوي مو والله اي مباراه تعال غير حكمنا العزيز السابق مشعل عسعوسي في اول الموسم قدم ورقه عمل ورشه كامله تتكون يمكن من 16 نقطه مؤخذ يعني مشتقه من الاتحاد الاسيوي والافريقي وغيره 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 الاتحاد حطها جمدها وركنها في الادراج طيب على عيني وراسي يمكن الاتحاد مو مقتنع فيها طيب شنو عندك سويت انت يعني انت سويت بديل لها ولا شيء اذا انت ليش ما تاخذ لا راضي العالم تساعدك ولا انت راضي تساعد نفسك ولا انت راضي تحط خطه عمل وبالاخير النتيجه سيئه وتيجي وهم تتدخل بلجنة الحكام وتسوي هذا بس مو لهالدرجة يعني تقول المستوى مو لهالدرجة لا مو لهالدرجة يعني قاعد تذبذب في المستوى لكن يعني قاعد اشوفه افضل من مثل اول جولة الاولى والثانية والثالثة التحكيم يعني افضل مو لل يعني الاسوء الجولة الاولى كانت فيها كارثة تحكيمية قاعد اقول لك بعد يعني كارثة تحكيمية اي اقول لك بعدين صار الثامنة كان فيها نفس العملية اي بس فيها كل المباريات الحين تو امس مباراة التضامن النصر انت تقول تطوير صح امس مباراة التضامن النصر هذا التضامن طلع بيان على التحكيم فاذا التحكيم لا زال نازل طلع بيان على ضربه الجزاء ابو عبد الله اوكي ضربه جزاء ضربه جزاء نص اللاعبين او الناس المحللين قاعد يقولون ضربه جزاء وكانت صعبه جدا كانت صعبه بسكر وبروح فاصل وبرجع اكمل معكم اليوم يلعب سينامي دوفي توغو على اليسار ظهير ايسر يرجع كره في الخلف محمد صفر كرة معاي تقدم محمد صفر يلعب العرضية محمد صفر والرأسية بالجول امشار الكندري يسجل الصعب ويضيع السهل يسجل الصعب ويضيع السهل في الوسط حسين اشكناني في صور الله الله على اللعبة لو مشت معاك يبدو مع الزملاء في تقنية الفي آر ماذا محمد العطار استدعاء تقنية الفي آر نشوف مع السنوسي الهادي ماذا بها طلعها بعيدة وهي للركنية قبل ما تلعب يقول له بالعيد إذن محمد العطار ماذا يعلن ركلة جزاء أم ركنية ركلة جزاء أخذها بالعيد ركلة جزاء بمساعدة تقنية الفي آر فيصل عجب فيصل جول عرباوي ثاني لفيصل عجب الدولي شيلها من أمامه بارك البناي وملعوبة جمعة عبود يسكر هنا على علي عبد الرسول خمس دقائق وقت بدل ضائع هو نجف هذا يوسف وهذه خطيرة جول في راية قول له جول 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 في الوقت اللي خلاص في أول دقيقة من الوقت بدل الضائع أهلا بكم من جديد النادي العربي طبعا يحقق الفوز الثاني على التوالي في الجولة الثامنة وصوله طبعا إلى المركز السابع برصيد 8 نقاط يعني أفضل ما كان عليه في السابق لكن العربي لا زال يعني يقدم صح يحقق نتيجة يجمع نقاط يبتعد عن مركز وتهديد الضغط النفسي اللي سبب على الجمهور على مجلس الإدارة على اللاعبين تشوف بسعد أن بعد هالنتيجة خف الضغط أول شيء الحمد لله ثاني شيء أقول مبروك حق جماهير العربي استانسوا وصار لهم يعني هذا ثاني ويكند قاعد يستانسون اللهم لك الحمد والشكر وشكرا للاعبين على الجهد والروح القتالية اللي لعبوها لما الحين طبعا أنت بتقول لي الضغط على اللاعبين لا ما زال في ضغط على اللاعبين ما زالت عندي مباريات إنزين
طريقة اللعب اللي لعبها مثلا الكابتن اليوم دراكو في طريقة اللعب 3-6-1، تغيير أغلبية اللاعبين في مراكز مو اللي البدلاء، نتكلم على تغيير بعض المراكز مثل علي عتيج في قلب الدفاع، مثل جمعة العنزي في باك اليمين أو الوسط. طيب أنا راح أدش معك فنيا، لكن أنت راضي على مستوى العرب اليوم؟ لا لا مش راضي على المستوى. أنا أقول لك ليش مو راضي، لما أنا أشوف طريقة اللعب، طريقة اللعب أو طريقة المدرب نادي العربي دراكو بخصوص يبي نتيجة وليس أداء. يمكن صحيح الوضع هذا، أنا وهذا الوضع الحين، هذا الوضع الحالي يعني نتكلم بكل واقعية وكل صراحة، الوضع الحالي في مباراة أمام النصر، في مباراة أمام نادي اليرموك، هذا المفروض اللي أنا أعمل فيها على حسب الإمكانيات والوضع اللي أنا قاعد أعيشه في الفترة هذه. طريقتي مش الأداء، طريقتي اللي هو طريق مثل ما قلت لك إياها، النتيجة، تعديل أوضاع إلى فترة معينة ويتم تعديل كثير في الوقت هذا. أنا الطريقة هذه ما راح يعني مع الفرق المتقدمة ما راح تمشي معي، الطريقة اللي قاعد يلعبها المدرب أني بس ألعب لمجرد النتيجة وناسي أو قاط أو حاذف من مخيلتي أو تفكيري أو تكتيكي اللي هو موضوع أداء اللاعبين. المستوى مو مفروض أنه يأتي بعدين بعد تحقيق النتيجة الإيجابية والثقة بالنفس في الجهاز الفني والجهاز الإداري واللاعبين أنفسهم؟ أنا ما زلت قاعد أرمم نفسي، مو هذا اللي قاعد أنا أقول، أنا ما زلت ترميم. أنا الحين حاليا فريق النادي العربي قاعد يرمم نفسه، المدرب دراكو يمكن تقريبا اللي من الأندية اللي استفادت من بطولة تنشيطية لكأس الاتحاد، أنا أتكلمها نادي العربي، إن تغيير المراكز، تغيير أو المداورة بين اللاعبين، عدم ثبات التشكيل، هذا واضح من من 3 مباريات إلى 4 مباريات. أبو سعد، معجبة بمستوى العرب اليوم؟ يمكن أتفق معاه في نص بالضبط، نص ما قاله، لأنه هو المستوى بشكل عام تكلم على طريقة اللعب، على شكل الفريق، إيه لا والله مو عاجب صراحة. أما تكلم على اللاعبين على سبيل المثال، لا اليوم عندك يمكن 7 لاعبين ممتازين جدا داخل الملعب، فأدائهم صراحة ما يصير نهضم حقهم بعد، يعني صحيح. ناس عطت وسوت، واللي سجل واللي هدد واللي قام في أدواره 100% و و و إلى آخره. صحيح. يعني اليوم أنا حتى ما شاء الله لا إله إلا الله محمد صفر الباك الشمال أو الجناح الشمال، يعني هو قاعد 3-4-3 بحالة جو، 3-6-1 بحالة دفاع، 3-6-1 لين تحول شوط 3-4-3 5-2 تشوف محمد صفر ما شاء الله لا إله إلا الله اليوم قدم أداء ممتاز، فما يصير يا محمد صفر قدم أداء ممتاز، عبد الله حسن قدم أداء، لا 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 أدري، أنا قاعد أقول أنا متفق معاك بالشق الفني، يمكن شكل الفريق أو طريقة اللعب أو الخطة ما كانت عاجبة، فتكلم عن أداء شكل الفريق مو ذاك الزود، لكن كلاعبين لا والله أدوا اللي عليهم، حتى البدلة لما نزلوا أدوا اللي عليهم، يمكن كان أسوأ لاعبين محترفين اليوم، محترفين العربي هم أسوأ لاعبين بالفريق اليوم. شاف اليوم مو زين في مركز الجديد؟ لا ما كان زين، مو وايد يعني، ممكن زين. هو شوف زين بالتوجيه بشكل عام، زين بترتيب الصفوف ورا، لكن كأداء هو ترى يعني معليش أبو خالد، أنت قاعد تتكلم عن لاعب محترف إسباني عمره 33 سنة تقريبا، بس اليوم ما ارتكب أخطاء يعني لو طالع مثل جمعة، مش أخطاء أبو خالد، مش أخطاء، أنا في نفس المكان هذا أنا بالأساس لاعب بلا مساعد، ارتكب لما بخطأ. أنا في أخطاء يمكن قليلة، ولكن أنا أتكلم على موضوع، أنا لما أغلبية اللاعبين اللي كان يلعب في المركز هذا عنده الإمكانية اللي هي الكنترول وسالفة مشاهدة الملعب بالكامل، يمكن أنا بداية اللعب المفروض أنا لما رجعت تشافي في هالمكان إن بداية لعب، آسف أبو عبد الله، لا الحين بعطيك المجال كله، لا عشان أنا بروح لليرموك عند أحمد دشتي، بس هالجزئية هذه أنا أمر فني، أنا أمر فني ودي يعني أتكلم وياكم أمر فني كثير، لكن النقطة اللي أنت قاعد تقول، أنا واحد من الناس كقناعتي الشخصية، أنا أشوف تشافي بدع، يعني بدع في هالمركز، قلت لك أبو خالد من ناحية التوجيه وضبط الوضع بورا يعني الخط الخلفي ممتاز، لكن اليوم كذا رأسية لي وراء على عكس على العربي، رأسية راحت بالأوت، رأسية بسكر ما سكر عدل، في إنذار خذا عبد الله الشمالي والسبة تغطية تشافي، يعطيه العافية، هو موزع كرة جميل جدا ثابت بمكانه قاعد يوجه صح، لكن في أخطاء بالنهاية. لا أنا قاعد أتكلم أبو خالد، مو إنه الحين أنا مو قاعد أقيم اللاعب، هل هذا اللاعب كمحترف أنت يفترض عرباوية صعب واحد أبو خالد، إذا أنت عاجبك لا تفرض علينا، لا ما إذا أنت عاجبك لا تفرض علينا، أنا هل هذا المحترف سؤال، هذا المحترف يطمح للعربي من غير ما تقصد سؤالي، لا أنا أتكلم بالمعطيات اللي موجود متوفر الآن الفريق، يعني تشافي بعد 10 أيام متوفر، إذا أنت قاعد تقول هالكلام كلامك هذا، إحنا قاعد نتكلم بعد 10 أيام في انتقالات أبو خالد، طيب أخليه ولا أشيله؟
هذا امر يتعلق انت ايش رايك؟ انا اعطيك رايك انت. اذا في بديل، اذا في بديل افضل منه اوكي. انت ايش رايك هذا كمستوى؟ انا قاعد اقول لك اذا في بديل افضل منه اوكي. دقيقه بس، هو كمستوى هل هذا المستوى اللي راضي غرور العرباويه او راضيك انت حتى؟ لا لا لا. كشكل مدافع بس مشكور، بس انا بقول شيء واحد بس مشكور ما تقصر. لكن انا واحد اتكلم عن شغله، يعني تشافي الحين بدا معاك من المعسكر وبدا الدوري وانت لقايه الان متجانس، عرف اللاعبين، عرف طريقتهم، عرف طريقه المدرب، عرفت هو نفسيا تجانس، يعني خلاص ارتاح بحال الفريق. بدا الان يمكن نشوفه الجوله العاشره يظهر بواحد قال ثاني. قال لك ابو عبد الله مرحله العمر يبي يعطي، بس مرحله العمر اللاعب عطى اللي عنده ويعطيه العافيه. واضح انه مجتهد، ترى واضح جدا انه مجتهد وقاعد يحاول ويوجه وقلبه، كنا لاعب العربي صحيح. من سنين هذا امر واضح جدا. لكن انت تتكلم على العربي حاليا اي مركز بخالد؟ سابع. سابع هذا يرضيني انا كعرباوي مثلا، او يرضي اي يرضي اي هذا شكل العربي اصلا؟ لا. هل هذا المحترف هو المستوى المطلوب للنادي العربي علشان يكون العربي؟ العربي كله تشافي؟ لا لا، انت سالتني عن تشافي، قاعد اقول لك عنه. انا اول كلمه قلت لك عنها ابو خالد، كانك قاعد تتحمل الفريق. لا لا تدري ابو خالد، انت مشكلتك ذاكرتك وايد وايد قصيره. تدري ليش؟ لان اول كلمه قلتها اسوء لاعبين اللي هم المحترفين، يعني اول واحد فيهم يوسف قلفه وطلع. واضف عليه اول واحد. انت الاسباني الثاني احتياط ما لعب لليوم، هذا هم بعد سيء. بعد تتكلم عن منو ولا منو؟ عن شنو المحترفين؟ المحترفين احنا حكينا نقطه ماريو احتياط بعد بخالد. انا عيد لا تقرب، يعني تقول كلمه لا تقرب. انت سالتني عن تشافي جاوبتك على قناعتك. انت اليوم قناعتك تقول انت سالني انا عيل شنو سال منو؟ سال لي وراي ابو خالد، سالني انا كذا انا اللي بجاوب. انت قناعتك انت شخصيا، انت هذه قناتك تفرضها علي. لا لا بالعكس، اول شيء سالتني عن تشافي معلش. استديو التحليل دقيقه استديو التحليل انت تفرض رايك ابو خالد؟ في اسماء تفرض رايك؟ لا ما افرض رايي، اسمع مني. انا اعطيك محلل، انت اعطيتني. إيه؟ انت سالتني عن تشافي جاوبتك بشكل مباشر قبل لا تسالني. قلت لك ان المحترفين كلهم اليوم اسوء لاعبين بالمباراه. طيب انت تقول يعني تشافي هو المشكله؟ انت سالتني عن تشافي، انا ما قلت لك تشافي هو المشكله. انت سالتني عن تشافي، انا قلت لك المحترفين كلهم اليوم. انا حكيتك على لاعبين المحليين حاليا، لاعبين المحليين اللي اليوم لعبوا بالمباراه افضل من المحترفين. عفوا ممكن انت سالتني تحديدا عن تشافي فجاوبتك عنه. ممكن عشان سريعا 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 في المساله هذه. انا لما مثل ما قال ابو عبد الله في بدايته قال لك اول شيء المحترفين كان هم الاسوء في المباراه، مثل ما نتكلم على المحليين اللي موجودين. كان المباراه اليوم في الشوط الاول والشوط الثاني حلول نادي العربي او مدرب دراكو كانوا محمد صفر جمعه ما كان يوسف قلفه ولا كان أنا السنوسي. انا راح اقول لك فنيا بعد شوي، بس خلنا اخذ نقطه. تشافي لعب دفاع اول مره، اول لا لا ثاني مباراه، مره ثاني مره، وهذه ثالث مباراه هم لعب فيها الان. هذه ثاني مباراه يلعب فيها قلب دفاع، يعني حتى يعني نوعا ما شكل خط الدفاع العربي اللي كان عنده مشكله بدايه الدوري لغايه الان، شكل تنظيم الدفاعي حل من الحلول بدا يكون جيد. انا برد على تشافي حل من الحلول، بس تشافي اساسا العربي جابه هل هو قلب دفاع ولا محور؟ جابه محور، فلما يلعب تشافي الحين قلب دفاع واجاد احسن من قلوب الدفاع اللي كان يلعب فيها بدايه العربي، لا ضد العربي مباراتين كاس اتحاد والدوري. حاليا تشافي اشوفه افضل قلب دفاع من الموجود حاليا بالعربي، لكن ما تقدر تقول تظلم تشافي تقول له والله لا تشافي لعب مباراتين قلب دفاع سيء مشي، ما يصير. هو جايب محور، فاذا محور هو زين خلاص يعتبر محور زين. لعب مباراتين زين يصير صار فيه اخطاء، كل لاعب يخطي، لكن اشوف انا احسن موجودين كقلب دفاع في العربي. منو في احسن منه؟ في احسن منه؟ لا مو قلب دفاع، هو قاعد يلعب الحين. انا اكلمك حاليا ليبرو. قاعد يلعب ليبرو. ليش انا يا جماعه في انا دقيقه بعطيك اياه بسرعه، بعطيك اياه بسرعه. مثلا بتكلم انا لاعب محور انزين، لما ارجعه لاعب ليبرو انا اتكلم كمدافع، مثل ما رديت عبد العزيز الهندي كان يدير لي لعب من الخلف، مثل ما رديت نهير الشمري لاعب محور رد الى شاف يدير اللعب اي دار لعب يا جماعه. انا قاعد طالع مباراه شافي، انا كذا مباراه اي مباراه دار قائد في الملعب، مو قلت قرايه قائد في الملعب شافي كذا مباراه لعب معاهم، مثل ما قال حماسي يتكلم في الملعب، قائد في الملعب، ليدر، يبين انه ليدر قائد، عمره 34 سنه ومحترف. اذا مو قائد متى بيصير قائد؟ من اللي يصير قائد؟ انا اشوف شافي مكانه كبليبرو نفس المحور ترى كمنظم اللعب. انا بالنسبه لي لو املك القرار سواء كمجلس اداره نادي العربي او اداره الفريق، أربع لاعبين محترفين ما مشيهم شهر واحد. أربع لاعبين بالعربي. وجهة نظري الشخصية من الأربعة أبقي على السنوسي.
السنوسي فقط. السنوسي كان اليوم أسوأ واحد. أنا أقول لك هذا وجهة نظري الشخصية. أنا لعبت وياه في مباريات. ليش شنو إيش معنى السنوسي يعني؟ وأنا لعبت وياه وشفته بأكثر مباراة. اليوم يمكن مزعج يلعب لنفسه. ليش أسوأ واحد أبو خالد؟ هذا رأيك الشخصي؟ رأيي الشخصي. ليش أسوأ واحد؟ أنا أسوأ من قلبه مثلاً. ما قلت لك أبو خالد. أسوأ من قلبه؟ أنا واحد من الناس. أنا واحد من الناس. أتكلم في جزئية واحدة. أنا أتكلم عن اللاعب المحترف اللي يفيد الفريق. ما حد فيهم يفيد نفسه. السنوسي اكثر لاعب يحتفظ بالكره بشكل كبير ولا يخدم الجماعه. ويوسف قلفه اللعب الفردي. سؤال اسوء من قلفه يعني كان يوسف شوي يهون. هذا جزئيتي بس لا اكثر اقل يعني. انا بالنسبه لي قاعد اقول مراضي. انا سالتك سؤال جاوب شيء ثاني. ما عليه اسوء من قلفه سؤال رابع مره ارجع لك والله. اسوء من قلفه حايد قاعد يقول لك. قاعد يقول مره اسوء من قلفه. اعطوني فرصه خليني اتكلم يا جماعه. انت الحين رديت علي هناك ما تبي ترد علي بالسؤال. خلاص يعني ما يصير تبي ترد علي بالسؤال ما تبي ترد على هذا. والله ارجع اسوء من قلفه ما تبي تجاوب. لا لا المقصد من الامر ان السنوسي كان لما لعب ويانا لعبت ويانا مباراتين كان مزعج لمدافعيننا بشكل يعني انت قست على مباراتكم قست على مباراتين اللي لعبت وياه وبنفس الشيء شفت مباريات العربي بالمحترفين الموجودين لا قيمتهم الفنيه اتوقع يمكن حق اي نادي اخر ممكن بس على العربي لا اكبر من اللاعب طيب اتمنى انه يكون في لاعبين محترفين اعلى مستوى يتوافقون مع مستوى يعني شوف كابتن على قولتهم خصم وقاعد يقول الاصلح حق نادي العربي وهو خصم انت قاعد تعاندنا ليش ما قاعد اعاندك لا لا انا تبي رايي بعد كم محتفل عربي بشكل عام ايه؟ هم بعد ما يصلح حق عربي لكن اتكلم هو على موضوع تشافي مكانه بالضبط هذا قاعد اتكلم هذا قاعد تشافي لكن ما يقتنع انا قاعد احس الموجودين حاليا شكلهم يسالنا وهو اللي يقتنع لا لا عشان لا يخرب الحين مو المدربين كل واحد له فكره مو المحللين كل واحد معطياته وفكره مختلف طيب ايش تبي انت عصب يعني لازم افكاري نفس افكارك انا قاعد تسالني انا افكار محمد الصالح انت اللي قاعد تسال يا اخي ما يصير انا لي معطياتي وقاعد ابني عليها انا شفت من الجوله الاولى الجوله الثامنه مساع يقول بدايه مقدمه البرنامج يقول الهادين العرباويه اللي على يساري اي والحين مو بس خالد صغيره ما انت شفت شلون شفت شلون الحين بينت عرفت الذاكره صغير من مقصد من الكلام كان واضح بس انت تسالنا وانت تبي رايك المهم يلا المهم احمد دجدي والله برجع لك بالظاهر والله اليرموك عاد مشكلة ثانية ثلاث تعادلات خمس هزائم ولا فوز اليرموك اليوم اللي شاف الشوط الأول قال كأن اليرموك يحافظ على مخزونه عرفت والشوط الثاني يظهر اليرموك كأنه فكر بالمباراة بالخمس دقائق الإضافية هني فكر بالمباراة والله إحنا مثل ما قلت أنت بالعكس إحنا طلعنا من مباراة الكويت متعادلين معنويات عالية حافز الفوز وليس حافز تعادل كان مع أساس مع العربي لأن التنافس على المراكز الأخيرة عشان تصعد كم مركز والتكتيك المدرب أن نلعب ضغط عالي من بداية المباراة ما تحقق شيء هذا شفناهم يعني ولا تدري ليش ما تحقق شيء هذا لأن داركو لعب خمسة موجودين وسط لعب خمسة ما أعطاكم فرصة حتى في نقل الكرة واستلمت أقول لك أداء لاعبيننا يعني ما أقول لك واحد اثنين ثلاث يمكن أكثر من خمسة ستة ما كان في مستواهم في الشوط الأول وكانوا متراجعين يعني حتى في وبالنسبة حق المحترفين ما قال اليوم ما طلعوا من مستواهم يعني كان تكتيك كابتن هاني الصقر أنه نوقف السنوسي وقلفه وهذا فهذا يمكن أقل من أدائهم في ما قلتوا أنت اليوم أضف عليها تحرك الأطراف اللي هو محمد صفر جمعة يمكن أربك فريق اليرموك لأن كان مثل ما قلت طريقة أو تكتيك مدرب هاني إنه من العمق أو الضغط العالي. هذا بس اللاعبين ما كانوا في مستواهم لأن أربع لمسات ثلاث لمسات بين بعض بدون ضغط يعني بالعكس الفريق العربي كان يعطيك راحة إنك تنقل كرة ما كانت كراتهم يعني دقيقة في الباصات في الاستلام والتسليم فالشوط الثاني تغير يعني الوضع. أنت بوجهة نظرك سوء اليرموك اليوم سببه لاعبين عدم ما كانوا متفوقين ولا عدم قراءة فنية من هاني الصقر؟ لا من اللاعبين ما كانوا مركزين بالشوط الأول أما الشوط الثاني تعدل المستوى ودخول المحترفين حسن من المستوى والأداء وكان مثل ما قلت حصل على الفرص بس مشكلة اليرموك هي من بداية الجولة الأولى اليرموك ما عنده مخلص يعني دائما حتى اللعبة اللي سابقة يوم صارت ضربة جزاء استأنسنا يمكن بدون ضربة جزاء ما تسجل هدف طيب
يعني هاي بالنسبه لمعدن النهايه بعد خساره الفرص. اليوم بعد خساره اليوم يعني نسمع خبر اقاله هاني الصقر؟ والله هذا شيء يرجع لمجلس اداره ورؤيتهم قرارهم، هم اصحاب القرار. مو يعني احنا ما احنا اقول فنيين ونطالع ويقرونها فنيا الاداء الفريق، هل هو من اللاعبين من المدرب من الاداره في الفريق، يعني هم يبحثون ليش اللي يرموك يعني. بس انا اقول لك من الجانب الفني انا قاعد اقول لك من اول الجوله الاولى قاعد نوصل للجول، لو ما نوصل الجول انا الوم المدرب. اما اذا ما قاعد اذا وصلت الجول ومو قاعد تسجل اهداف هاي عندنا هاي مستوى من اللاعبين يعني اقول لك المحترفين يعني للحين ما تشوف المحترفين فادون ليرموك؟ مو كلهم للاسف، يعني خمس محترفين لو كانوا في مستواهم والسي في مالهم اللي درينا عنهم كانوا المفروض يكونون افضل من كذي، خاصه المهاجم. طيب انا طبعا نقول جود لك نادي العربي وهارد لك لنادي اليرموك. ودي اشوف لقطه البلنتي ممكن اللقطه جاهزه، طبعا اللقطه اللي سددها اللاعب فيصل عجب وقدر يسجل الهدف الثاني للنادي العربي. هذه اللقطه شوفوها معي، يعني كان اللقطه السنوسي هو من توجه الى تسديد ركله الجزاء، بعد ذلك فيصل عجب طلب انه هو اللي يسدد، وتدخل الكابتن عبد الله الشمالي كابتن الفريق وحل الاشكال هذا واعطى الكره والتسديد لفيصل عجب. رايك محمد الصالح اذا كان يعني عاده بعض المدربين عنده الاختيار للتسديد عنده رقم واحد واثنين وثلاثه، فانت رايك على اللقطه هذه؟ الطبيعي الواضح جدا ان السنوسي هو رقم واحد بالتسديد. واضحه تشافي واضح من روحه الكره شفنا السنوسي حتى تشافي وخر وخر تشافي رقم واحد. بس ترى على فكره تشافي هو نمبر واحد. لو حسين الموسوي موجود لو حسين الموسوي موجود حسين الموسوي، ولكن رقم واحد تشافي مثل ما قال ابو عبد الله السنوسي. تشافي مسدد ثلاث بنتيات او كله صاده كله مسدده. تفضل. حاليا صارت بين السنوسي وفيصل. الواضح من الامر ان عبد الله تدخل حل الموضوع، ترى ما طول يعني ثواني، وهذا اعتقد اللي حصل باكبر الدوريات وبكل دوريات العالم تحصل هذه السالفه بين لاعبين كبار وغيره وغيره وغيره. نعم يعني لاعبين على فاول نيمار تهاوشوا، نيمار توني اقول لك نيمار تهاوش على فاول كباني وغيره، لكن هني ما صار شيء، ترى ما صار اي خلاف، دخل كابتن الفريق شكرا عبد الله الشمالي ما شاء الله بهدوء جدا ولا بين الامر، بس انت مدقق عليه. المهم لا لا مو مدقق عليه، لا لا بس انا قاعد اقول هذه اللقطه ابو خالد واحد ما يقدر يقطعني، هو غصب بيحطني في زاويه اني انا مركز يلا. على العربي ولا مركز على العربي يلا. هذه لقطه موجوده تداولها الكذا، روح دش شبكات التواصل تلقى متداوله هذا الكلام. وين المشكله؟ نادي كبير مثل العربي اكيد في نمبر 1 يسدد، في نمبر 2 يسدد، فالامر واضح. ندري وانا قاعد اجاوب على صارت نفس هذه وانتهى الموضوع خلصت. بس خلاص إيه؟ قاعد اقول لك الحين فيصل عجب كان يبي واضح جدا انه يبي يقول فيصل لازم الامر مو قادر ادش معاه الكره جول، فراح وقال انا بيشوت البلنتي، وهذا امر واضح جدا يعني. فهذا الاشكال اللي صار يمكن 15 ثانيه انا ما شفت اللي انت قاعد تقوله هذا انه صار عليها لقط كبير في وسائل التواصل الاجتماعي. انا قلت لقط كبير، تقول وسائل لقط كبير توك مو تقول صارت فيه بوسائل التواصل متداول 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 يعني اي متداول ما انا شفته يعني ما شفته بشكل انت تقول كيفك انت تشوف انت ما تتابع اثنين الظاهر الاثنين هم اللي طرحوها بس يمكن ما في غير هالاثنين غير هالاثنين انت عمال طلع والله صار مشكلتك طلع ليها طلع على الهواء الحين ما ادري انت تقول في تداول انا ما شفت هذا التداول انت تقول في تداول طلع شوف عموما راح ندورها نسوي سيرش ورا نسوي سيرش ورا البرنامج ما عندنا مشكله تفضل نسوي سيرش ورا البرنامج وين قاعد يشوفون الحين يسوون سيرش شوف هذا المتداول وين انا ما ادري ضار من البورصه انت كلك تداول يمكن هو يقول هو ما ادري يعني يمكن اربعه عباله اربعه خمسه في جزئيات معينه بتركيزه وانا فاهم هو عبالي تركيزي والله انا فاهم كاميرا وقفت عليهم فاهم الجو كله فاهم الجو كله والله والمعطيات كلها فاهم حسين واحد فاهم وليد صايد ندري احنا لكن انا ما شفته متداول شفته متداول انت ابو سعد لا ما شفته شفتوه متداول يا جماعه لا مقصد انه لا لا انا ما هو شافه انتم شفتوه متداول انا ما 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 حد شافه متداول ما علينا ابو خالد عنده عين تاقبه غير عنا كلنا ما علينا احنا خلينا نشوف ان هذا الامر هذا الامر بالاخير فيصل وانا متابع ادري فيك ادري فيك ابو خالد ما حد قال لا ابدا 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 بس انت بروحك شفت التفاصيل هذه ادري ابو خالد والله اللقطه هذه مو متداوله لا كيفك انت
انا واحد بالبرنامج انا بيها اللقطه هذه أدري مهمه بالنسبه لي وانا قاعد اجاوبك عليها مهمه بالنسبه لي ادري بس انا قاعد اعقب على قصه متداوله ما سددت راح بس انا قاعد اجاوب على قصه متداوله ولا واحد فينا شاف متداوله المهم طبيعي تابعت تويتر تابعت تويتر ما حد تابع يقولك ما حد تابع المهم ما عليه قاعد يقولك ما حد تابع الامر مثل ما قلت الامر دقيقه بس كمل بعد المهم ففيصل وسجل الحمد لله يعني عشان بس يفك النحس احنا محتاجين مهاجمين العرب يسجلون دائما سواء كان حسين الموسوي ولا فيصل عجب او اي مهاجم محتاجين انه يسجلون ففعلا فيصل راح وسجل وانتهت المباراه لصالح العربي والامور مشت طيبه يعني الامور عال العال لا صارت مشكله في تسديد البلنتي ولا اعتقد صار شيء بين اللاعبين وكذلك سجلها فيصل عجب وهو المهاجم المطلوب منه انه يسجل فسجل وفرح فرحه حتى يعني عبر عن فرحته انه كانه يقول انا فكيت النحس انا مزوم مسجل بس فيصل عجب يستاهل فيصل عجب مثل ما قلت ابو خالد انت عفوا بعد ما انتهى اخوي ابو عبد الله لقطه احنا كاعلام من حقنا ان نتداول هذا الشيء ما حد قال ونركز عليه لكن لما تقول انت شخص وتداول وحط وحط انت قلت تداول ما قلت اذا بنقول بقول انا زين إيه انت قلت ترى ما شفت انا في احد خالد شاف المتداول مشكله يعني ما عندي مشكله بس ما شاف المتداول اتصالاتي لا دقيقه انا حجي احمد والله برجع لك مساعد اتصالاتي حجي احمد حياك الله يا هلا حجي احمد هلا ايوه حياك الله يا حجي احمد صيفنا عليك السموحه وخالد شلونك ابوي الله يحفظك الغالي سلم عليك وعلى الجميع وعلى ابو صالح بعد الحبيب يا هلا مرحبا حياك الله يا اخوي نقطتين عندي واحده فنيه وواحده اداريه طالع تفضل طال عمرك الفنيه اللي احنا قاعد نشوفها الحين الحكام الشباب جدا بالعشرينات اعمار مثل ما تدون فيريت يعني ما نحب يعني اشوف الاعلام والرياضي والرياضيين دائما نازلين على الحكام فيريت شويه نعطيهم مال هذا توم طالع لا خسرنا ترى ما عندنا حكام غيره طال عمرك صحيح فيريت شويه الحكام غير اللي يدك يشجعهم بدل ما نهاجمهم هذه النقطه الفنيه النقطه الاداريه طال عمرك انا اللي اشوف الاتحاد الكويتي لكره القدم من اول ما تاسس يعني مو معقوله كل نادي يحط لك عضو ويصير عضو بالاتحاد وكل عضو يبي ناديه يبغى المفروض خمس اعضاء مو من الانديه برا الانديه تشوفون ناس رياضيين قدامه شيء يختارون لهم الاتحاد يحطون لهم اعضاء بالك أعضاء بالاتحاد مثل ما كل نادي واحد 15 كمعينين يعني قصدك كمعينين أي تعيين أيوة مو من الأندية ما يكون من حازين حق أي أندية من برا في رياضيين ترس بالكويت أنا مستعد أمسك الاتحاد أنا ريال مخضرم أنت وغيرك ما يحتاج وصالح فمو من الأندية يعني هذا القصد هذا الناحية الإدارية أساس نرتكب المشاكل الموجودة كلها والله يعطيكم العافية حبيبي مشكور حجي أحمد وجزاك الله خير على النقاط الجميلة سلام العنزي حياك الله الله يحييك صباحك الله بالخير ابو خالد اهلا مرحبا حياك الله يا الغالي صباح الله بالخير ضيوفك الكرام يا هلا مرحبا حياك الله يا اخوي الله يسعدك انا عندي بس ابو خالد ابي اتكلم عن الحكام المباريات يعني انا استغرب يعني بعض الحكام يعني خاصه مباريات نادي تضامن انا الصراحه انا ترى من مشجعين نادي تضامن من المنطقة الرابعة في نادي التضامن وحبنا من نادي التضامن يعني من احنا صغار بس انا المشكلة مع الحكام بعض الحكام ما ادري شنو يعني مشكلتهم مع نادي التضامن يعني من المباريات الموسم اللي طاف مع الغاتفية بلنتيين ما حسب المباراة اللي طافت مع النصر بلنتي مو بلنتي على التضامن ومع وفي نقطة ثانية أبو خالد أنا ماني عارف يعني في بعض إحنا عندنا بالقضاء الكويتي إذا صارت يعني المتهم أودان تعلن في الجرائد الرسمية الحكمة إن كان سجن أو براءة الاتحاد ترفع نادي تضامن رفع احتجاجين العام ومباراة النصر ما يدرون يعني شنو سووا للحكم هذا اللي حكم مباراة يعني شنو العقوب اللي عاقبوه؟ طيب. ليش سلامة. العقوبة ما تطلع علانية؟ سلامة جيب لي الجيمات وأنا ضبط لك الأمور. سلامة وقتك خلاص ومشكور ما قصرت. حاضرين يا أبو سعد حاضرين حياك الله يا أبو سعد. مشكور يا سلام. الله يطول لي عمرك. مشكور بس سلامة نقطتك ترى يعني الحكام عقابهم ما يعلن. عقابهم ما يعلن يعني خوفا على مستقبله فلذلك هم شو يسوون؟ يأجلونه يريحونه مباريات وهذا تكون العقاب بيكون واضح للمتابع والقارئ الجيد يعرف ان هذا الحكم معاقب فهذه اليه العقاب اللي دائما تطبق اروح منه معانا فيصل عازمي حياك الله
هلا بدك الله مسي عليكم. الحلقه مولع مبكر اليوم ها ان شاء الله مولع الحلقه اليوم. تدري من زمان ما شفنا محمد الصالح، من زمان ما شفنا ابو سعد. لازم احنا ان شاء الله كلكم خير حبيبي. الله يحفظك. انا عندي بس تعليق. انا باعتقادي ان النقطه اللي اشرت لها وفعلا تكلموا عنها وسائل التواصل انها ما تحبيتها كلش، البلنتي اللي يدش الكابتن وتعال انت شوت ولا انت شوت، المفروض الجهاز الفني فيها حاطين رقم واحد اثنين. مشكور يا فيصل على 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 هالكلمه هذه بس والحق اللي قلته. بس انا بقول يعني كلام حق باكر اللاعبين يختلفون على فاول، اللي بشوت الفاول الحين اللي برا منطقه 18 من اللي بشوت الفاول، اللي بنص الملعب من اللي بشوت تعال سوي لكم قرعه انا كابتن فريق. مو حكي هذا، مو صحيح. المفروض انه خلاص في رقم واحد رقم اثنين يشوتون الكره وخلاص. بالنسبة للعربي أنا أحس إن اليوم الفريق، أنت لما تلعب اليوم الفريق أكثر من 70% في بداية الموسم تغير. يعني أنا لي طلب من الآن أقوله، جميع المحترفين ما فيهم أي يعني مو قاعدين يثقون فيهم الجمهور، أتمنى تبديل المحترفين كلهم اللي ما في إضافة حقيقة. هذه وجهة نظري يعني. بس مشكور يا فيصل، جزاك الله خير، يعطيك الصحة والعافية. منو معد معانا؟ محمد يوسف حياك الله. محمد يوسف. الو السلام عليكم. حياك الله. عليكم السلام ورحمه الله. مساكم الله بالخير. يا هلا والله حياك الله. معكم محمد يوسف، انا حكم اتحاد الكويت لكره اليد. حياك الله يا كابتن. حياك الله. اي حييك. بغيت اتكلم عن نقطه اخوي ابو خالد، اول شيء مسي عليك وعلى الاخوان اللي عندك. يا هلا والله. اخوي محمد صالح كان لاعب يد سابق. ما يحتاج. والنعم فيكم جميعا. الله يحفظك. الله يسلمك. بغيت اتكلم بنقطه. بغيت اقول الحكام يا جماعه الخير، ما نبيكم تخسون على الحكام. ومساء قاعدكم الاخوان، احترم وجهه نظرهم. انا اقول لك ان حكم صغير ما يصير تحط مباريات حساسه. طبعا الحكم لما يكون مميز بالمراحل السنيه، يعني انا بتكلم وجهه نظري كحكم، الحكم لما يكون مميز وفي سن صغير مراحل سنيه، اذا انت كل مباريات الزينه او اللي ممكن يتطور فيها ويظهر اسمه ما تشاركه وتقول ان هذا حكم تو صغير، متى ياخذ الفرصه هذا الحكم؟ اذا كل مباريات حساسه، هذه مباراه بين العربي واليرموك تحت بسعدون، القادسيه وكاظمه ينافسون على الصداره، الكويت والعربي مباراه جماهيريه، متى الحكم ياخذ فرصته يا جماعه؟ الحكم المميز لازم يطلع. شو احنا ما نقول نعطيه تجربه، لا، هو تميز مراحل سنيه، شافوا اللجنه، اكيد ما في لجنه حكام او اتحاد يبي يفشل منظومته او انه تكون منظومته مو سليمه ومو ناجحه. فالحكم مميز هو هي موضوع، ترى يا جماعه احنا انتم جماهير مو حكام، دائما الجمهور لما يتوالف ويصير الحكم بالنسبه له معروف بالشاشه، لو اليوم المباراه اللي صارت نفس الاحداث محكم الحكم يعني من غير ذكر اسامي، بس بقول بالمثال الحكم علي محمود كم ما صار كل هالجدل هذا. واضحه واضحه نقطه الكابتن. كابتن والله مباراه علي مباراه يعني الحكام طبعا، وانت حكم طبعا في لعبه كره اليد، واحنا من عشاق لعبه كره اليد يعني، لكن الحكم الجيد هو اللي يفرض نفسه يعني. ترى على فكره يعني في حكام بالعالم الان عندهم جماهير، عندهم قاعده جماهيريه، والسبب شنو؟ سبب شخصيتهم وقراراتهم اللي يتخذونها، فشهرتهم توازي شهره اللاعبين والنجوم، لذلك هذا التميز احنا نبحث عنه. ناخذ فاصل ونرجع نكمل معكم. نروح معاكم لمباراة الشباب والساحل، طبعا ديربي الأحمدي واللي انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين. الشوط الأول كانت فيه 5 بطاقات صفراء. المباراة هذه شهدت 2 طرد، يمكن بعد فيه بطاقات صفراء ثانية، الله أعلم. أنا حد علمي فيها 5 بطاقات صفراء بالإضافة إلى حالة طرد في الشوط الأول للشباب وحالة طرد في الشوط الثاني للساحل. أبدأ معك يوسف الفضل. أول شيء تبي تتكلم عن حالة الطرد ولا تتكلم عن أتكلم عن 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 عطني طبعًا جزئية المباراة وبعدين قول اللي عندك يعني. طبعا المباراة انتهت 0-0 ونقول طبعا هاردك حق لاعبين الساحل. مدرب عبد الرحمن العتيبي قدر يقرأ المباراة وخطورة الشباب. قدر يسيطر على أحمد الزنكي، أحد مفاتيح لعب الشباب وإبراهيمه. كان الشوط الأول الساحل أفضل. توقف الدوري أثر عليكم؟ أكيد أثر، هذه النقطة بعد أساسية من المباراة اللي طافت مع السامي خسرنا بسبب
توقف الدوري في بعض الفرق لعبت وديه لكن انا ما حصلت مباراه وديه شنو اسوي؟ اكيد اثر علي الساميه اللي لعب مع العربي وديه الشباب اتوقع لعبت وديه يمكن انا ما حصلت فريق يعني يلعب مع وديه فهذا اكيد اثر علي توقف الدوري. طيب العربي توقف وما شاء الله تبارك الرحمن فاز اول جوله وفاز الجوله الثانيه انا قلت لك من ضمن ليش اثر عليكم انتم يعني؟ ايش قاعد اقول لك انا في فرق حصلت مباراه وديه مع سالمية لعب ودية العربي لعب مباريات كاس الاتحاد وهم لعبت وياك العربي لعب مباريات ودية العربي لعب مباريات كاس الاتحاد مو كاس الاتحاد ودية ودية ولعبت انت مع كاظمة ودية لا 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 ما لعبت انا ودية متى انت متوقف هذا تكلم متوقف هذا مو اول شيء لا لا توقف اللي في فتره الاسبوعين هذه طيب. العربي سالمية شباب لعب ودية انا ما حصلت مباراة ودية قاعد اقول ما حصلنا مباراه وديه فهذا كذا اثر على اداء نادي الساحل واداء الفرق اللي ما لعبت او ما حصلت مباراه وديه لكن بشكل عام اليوم مباراه احنا كنا افضل اليوم الشوط الاول لكن بنرجع مره ثانيه النقطه الاساسيه نقطه الحكم نقطه الفار انظلمنا فيها كثير يعني مثل مو بس احنا ترى حتى هذا الشباب انظلموا فيها اليوم انا يعني لما ينطرد مني لاعب غير تكتيك المباراه كلها انا مطرد من الشباب لاعب الشوط الاول تجي على اخر دقيقه 75 المفروض ان المدرب خلاص دخل مهاجم تعور عندي ضاري فضلي اللي هو كان نجم مباريات اليوم باك اليمين خربط افكارنا خمس دقائق وراها خمس دقائق انطرد محمد الموسوي طرد فاول له ويأيدني فيها قدام الكابتن صار فاول له راح شيء يطرده شو على شنو ارتكز يقول انه هو نزل الموسوي سلايد خذ الكوره طلعها اوت طيب اللاعب الشباب داس على الانكل الموسوي ف ردة فعل الموسوي وقتها شنو؟ ما في شيء ما في شيء ما ردة لاعب الشباب شوي كانت شوي فيه كان فيها تمثيل لكن الموسوي يمكن ما حاش لاعب نهائيا اللاعب ذاك اللي بس على الموسوي الموسوي حاليا طبعا وارمه رجله اتمنى له الشفاء ان شاء الله الشفاء ان شاء الله وراه طيب انا ما الوم الحكم عمار كان حكم دولي وبالعكس من افضل الحكام عندنا في الدوري لايمن رشيدي قريب عندك خلاص ساعده ما في VR ساعده احنا نقول دائما نرجع نقول الحكام الساحه سيئين لا مو سيئين اذا حكم اللايمن ما يساعده شو فائده حكم اللايمن بس ترفع اوفسايد تنزل اوفسايد لازم تتدخل قدامك اللعبه الحكم الرابع كذلك هم له دور ضيف 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 الله الفضلي قدامه يقدر يشوفه يقدر يكلم حكم حرام ينطرد لاعب هذا هم راح نقضي فيها كتاب احتجاج احنا ما راح نسكت فيها انا كلمت مدير الكره جمال عتيبي وراح ان شاء الله بكره نقدم كتاب احتجاج على طرد المسوي انطرد ظلم فاول له وانطرد طيب كان كوري نادي الشباب مو بعيد عن الساحل يعني تعادلين الجوله الماضيه الجوله الحاليه يعني كان متوقع ان الشباب يرجع من جوله تعادل ثمين من امام القادسيه انه يدخل المباراه هذه بشكل كبير لكن واضح ان نفس السبب التوقف يمكن اثر عليك مو بس التوقف انا اليوم لاعب مباراه مضغوط ضغط عالي فريق كبير مثل القادسيه خلال اقل من 48 ساعه تلعبني مباراة مع الساحل فريق ديربي فريق المقاييس كلها تتغير والموازين كلها تتغير بين الساحل وبين الشباب بين الشباب في حيل بين الساحل في حيل هذا الربع بحكم العلاقة ما بين اللاعبين بين الإداريين فضغط على اللاعبين ولذلك ما ظهرنا بصورة زينة اليوم انتم يعني لذلك انتم طلبتوا تأجيل المباراة ما طلبنا تأجيل المباراة طيب من اللي طلب تأجيل المباراة؟ ما طلبنا تأجيل ليش ما طلبته؟ ليش لجنة المسابقات ما يفكر بالفرق؟ ما يفكر بمبدأ يبي يمشي على الرزنامة لجنة مسابقات تمشي على الرزنامة لا المفروض أنت 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 اليوم تشوف نفسك بدنيا زاهب لا مو جاهز طيب ليش ما قدمت؟ ما قدمت له هو لازم يفكر لأن أنت المفروض تحافظ على الفرق وتحافظ على مبدا تكافؤ الفرص طيب من الحين متضرر لجنه المسابقات ولا انت لا الان متضرر ليش ما تقدمت لا ما راح اتقدم ومن اليوم انا راح اقول لك لجنه المسابقات قصرت في هذا في هذه المباراه وفي هذه الوضعيه هذا واحد الامر قبل لا ادش في تفاصيل المباراه شوف علاقه بعض الانديه في بعضها اليوم انا احب اشكر اخوي علي ممكن شغله بسيطه تفضل يعني معلش كلامك صحيح المفروض لجنه المسابقات تفكر بهذا الامر هذا شيء خاصي مني لكن ترى تراتبية الموضوع حتى دورته الطبيعية هي ما سوت أنت تسوي يعني كلام أبو خالد صحيح افترض أن أنت طيب لازم مسابقات صح كلامك أنا بداية هي المفروض تفكر بهذا الأمر بخصوص القادسية والشباب أيضا القادسية يقول باكر فممكن شوية نوعا ما ريحك ريحك أنت كالشباب المفروض تطلب أن لو كانت باكر مثلا أو غيره أنت لو حطوك أبكر
تي انت تقدم تقول عفوا انا لعبت كذي فاطلب انا تاجيل او اطلب راحه اكثر لان انا لعبت في شوط في ظروف ما بغض تشرح ظروفك او تشرح اسبابك معروف طيب. هذا لجنه المسابقات حاليا يفترض قلنا والله هي من كيف لازم تسوي لكن لو ما سويت من يطلب هذا الامر انت حتى احنا كنا نشوف في بعض الفرق اللي كانت تسافر برا هي اللي تطلب تاجيل دائما اذا ما حد اجل ساعه ابو عبد الله اذا ما حد هو بيحطك 48 ساعه عشان بيحطك الوضع الطبيعي عشان الوقت لكن والله. اذا هو ما حط لك ما هو طبعا مو متجاوز قانونيا مو متجاوز لكن انت هني يفترض تقدم طلبك انه والله انا مو جاهز ايدك يا خالد مسكين محمد هو قال لك عاي هو لا ما ضدك يعني انت تلب ترجع لها سالفه لا هو يقول اشياء صح ترى ما يقول لا دائما ان شاء الله صح عدم تاجيل مباراتنا مع الساحل اثر في مستوى بعض اللاعبين ويمكن تاثير الثاني طرد اللاعب المحترف واصابه اللاعب المحترف الثاني فهذا شوي اثر على وضعيتنا اليوم في المباراه النقطه الثانيه اللي بشكر فيها إدارة نادي الساحل وخص بالذكر الأخوي جمال العتيبي على الرغم من التنافس الشريف أمانة اللي بينه وبينه ولا أمس أنا مودي لاعب في عيادة الساحل متعالج عندهم وجزاهم الله خير ما قصروا في الأمر هذا فهذا اللي نتمناه بين الأندية يعني شوف دكتور سامي متعامل مع جميع الأندية جزاهم الله خير بالعكس كلكم طيبين ما قصروا أمانة أنا بس أذكر أن مباراة العربي واليرموك شهدت طبعا اعتزال حفل تكريم اعتزال اللاعب عبد العزيز الفيشاوي اللي هو طبعا اداري في نادي اليرموك اتمنى لك يا رب ان شاء الله التوفيق في حياتك مع نادي وايضا في العمل في شو تقول انت من الكابتن صلاح كابتن صلاح العالي اليوم ما شاء الله اقول اكرمك الله ومشكور على اليوم كنا داشين دوانيك داشين بيتهم وداشين نادي اليرموك صلاح العالي مدرب في نادي اليرموك اللي احد زملائنا نعم ضيوفنا في البرنامج اليوم تقول داشين بيتهم والله مو داشين الله اي ما شاء الله عليه قام فينا قوم من اول ما دخلنا لين طلعنا حبيب ومو بس احنا ما اتكلم على ان احنا بس على الكل شنو تبون شنو ما شاء الله ويصور ويشيل ويحط بسم الله عليه حاضر طبعا ان شاء الله نادي اليرموك مشكور واكرمك الله وما تقصر يا اخوي استاهلون انا بس بشكل سريع مباريات القد القادسيه الكويت مع السالميه وايضا القادسيه مع كاظمة بشكل سريع باخذ النتائج قبل اختم اعطي نتائج متوقعه تطور نادي كاظمة في الوقت الحالي اتوقع نادي كاظمة اتوقع السالميه بنزول او هبوط مستوى نادي الكويت اتوقع نادي السالميه الفوز يعني السالميه فوز نادي كاظمة تعادل السالميه والكويت فوز كاظمة على القادسيه القادسيه مع كاظمة القادسيه يفوز والكويت يفوز على السالميه توقع اعطني نتيجه لان هذول امنيه 3-1 الكويت مساعد امنيته على القادسيه 3-1 3-1 الكويت محمد صالح نفس الشيء امنيات 3-1 الكويت و3-0 القادسيه لا انا اتوقع ما اقدر اتوقع النتيجه بس اتوقع الكويت والقادسيه يفوزون الكويت والقادسيه الكويت والقادسيه سالميه ليش تلغي ليش سالميه منو كابتن احمد بالتوقع يعني سالميه منو لحظه الكويت ليش تلغي دورنا خلينا نتكلم لحظه انت لغيت دورنا خلينا نتكلم اشوف نص كلامه قطعت انت ليش تلغي دور كاظمة متطور ما شاء الله لا اله الا الله والقادسيه بنزول فني سالميه الكويت تعادل حتى الكويت والسالميه تعادل ايضا يعني تعادل اعرف ليش احنا قاعد نتكلم ان كاظمة نازل مستواه فنيا وكاظمة صاعد فمن كذي اتوقع كاظمة يفوز اما الكويت السالمية نفس الموضوع الكويت نازل فنيا السالمية بس طلع منه اثنين محترفين فاتوقع تعادل بالنهاية هي والله 1-1 وكاظمة 2-1 كبير 1-1 2-1 بقول لك بالقول لما تقول والله ابو خالد عشان القادسيه وعشان الكويت لا يا ابو خالد واحده منهم بلنتي شيء وقاعد نتكلم على شيء انت عطنا انت يلا انت عطنا توقعاتك محمد صالح مشكور عطنا توقعاتك يلا مشكور عشان تقول رايك بكل شيء الا هذه ما تقول رايك محمد دشتي مشكور يلا قول ان شاء الله نعوضك عن العشاء ولا تقول لي بعد الهوا راح افضحك واقول بعدين شو قلت لا عوضني تغريده اخو وليد عوضنا لا الاربعويه كلهم طفوا الليتات لحظه شوي